مرحبا بكم مشاهدي قناة الحياة في جولة إخبارية جديدة من الحياة الآن، نبدأها بأهم العناوين. الرئيس السيسي يدعو جموع المصريين للمشاركة في الانتخابات. ووزارة الداخلية والصحة يعلنان خطة التأمين. وزير النقل: الاستقرار على زيادة أسعار تذاكر القطارات يعد بعد نهاية العام الدراسي الحالي. ورئيس الوزراء يتابع مشروع تطوير شق الثعبان. مواجهة ودية بين منتخبي الفراعنة والبرتغال غدا في سويسرا استعدادا للمونديال. والأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 10 درجات السبت المقبل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي نداء لكل المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتوجيه رسالة للعالم بأن مصر يحكمها شعبها القادر على تغيير واختيار من يريد. وقال الرئيس خلال مشاركته والسيدة قرينة في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية أمس أنه التقى أسر شهداء في الكثير من المناسبات ولم يسمع كلمة واحدة من أم أو زوجة أو ابنة شهيد تحمل أي اعتراض أو عتاب، مشددا على أهمية التأدب والتحضر مع السيدات لما لهن من فضل كبير على الجميع، إذ تحملنا الكثير خلال فترة عدم الاستقرار ودفعنا الكثير لصالح مصر والمصريين. لم أسمع كلمة واحدة من أم شهيد أو زوجة شهيد أو حتى بنت شهيد فيها أي شكل من أشكال، مش عارف الملامة ولا على الأقل قدامي، يعني مش عايزة تحرجني، مش عايزة تكسفني، مش عايزة تكسر خاطري. فكانت هي تبقى متحاملة وقوية وتقول فدا مصر، فدا مصر. فما لقيتش ما لقيتش أنا بتكلم على مئات، مش بتكلم على 10 و20 و30، أنا بتكلم على مئات ومش عايز أقول الرقم كله، مش عايز أقوله، مئات. ولما ألتقي بيهم وكان بيبقى أنتوا شايفين ده حتى يمكن على ال... على على الهوا، يعني ما فيش سيدة مصرية أبدا قالت كلمة تعترض فيها أبدا على إنها فقدت يعني الشهيد للأبد، ترى إن شاء الله في الجنة وتلتقي معاه في الجنة. لكن عايز أقول في الدنيا اللي احنا فيها ديت، وهو السند يمكن، وهو الحبيب يمكن، وهو الابن الغالي قوي يمكن، كل ده صح، لكن هي كانت دايما دايما شايفة مصر، شايفة مصر وتبتلع ألمها وأحزانها لأجل خاطر بلدها، وإحنا مصرين على أن بلدنا تاخد مكانها الذي يليق بيها يعني وسط الأمم. يعني محتاجكم كمان أن كل يمكن يكون الرجال يزعلوا والشباب يزعلوا، لا أنا ما أقصدش يعني، لكن أنا محتاج أن كل سيدة وأم وأخت من فضلك، مش هقولك عشان خاطري أنا، لكن هقولك عشان خاطر بلدنا، وأنا محتاج أن إحنا الدنيا كلها تشوفنا تحت في الشارع. قولوا ما شئتم، قولوا ما شئتم، ينزل المصريين من فضلكم، من فضلكم. اسمعوني، دي نقطة مهمة قوي، وانتوا شايفين في ناس كتير بتحاول تاكل كتاف مصر، في ناس بتحاول تاكل كتاف مصر، ده ما يقفش قدامه
إلا شعب مصر، مش أنا ولا الجيش ولا الشرطة، شعب مصر. الاختبار أو البيان ده يبان إزاي؟ البيان اللي أنا بتكلم ده فيه إن الناس كلها تنزل حتى لو قالوا لأ، قسما بالله العظيم لو نزل شعب مصر وقال لأ، ده أمر عظيم جدا ومحترم جدا وينفذ فورا. بس اسمعوني، اسمعوا مني، اسمعوا مني، خدوا طب اسمعوا مني بس. ما أنا عايز أقول لكم حاجة، عايز أقول لكم حاجة، إحنا عايزين ندي المثل ونأكد للعالم كله إن البلد دي بيحكمها شعبها، مش بيحكمها حد تاني، بيحكمها شعبها. فهيبقى بيحكمها شعبها إزاي؟ بيحكمها شعبها إزاي؟ إلا إذا كان شعبها ينزل يقول لا إحنا موجودين وحاضرين، ولو مش عايزين مش هيقعد في مكانه ثانية. نقول كده إحنا نازلين وموجودين والدنيا كلها بتشوفنا، ولو إحنا اللي إحنا عايزينه بنعمله واللي إحنا بنقرره بيتنفذ. فعشان كده أنا محتاجكم، مش عشان أنتوا بس تنزلوا، لا، من فضلكم شجعوا أبنائكم وأزواجكم وحتى اللي هو مالوش صوت، انزلوا. في احتفالية كبرى استضافها مركز مؤتمرات المنارة بالتجمع الخامس، أنهت حملة أنت الأمل الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يترأسها اللواء سمير فرج، أنهت فعاليتها ليلة أمس الأول بمشاركة أعداد ضخمة من الشخصيات العامة والإعلاميين والمواطنين من مختلف الأعمار والفئات والمحافظات. في احتفالية كبرى استضافها مركز مؤتمرات المنارة بالتجمع الخامس، اختتمت حملة انت الامل الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018 فعالياتها بمشاركة اعداد ضخمة من الشخصيات العامة، جاء على رأسها المشير حسين طنطاوي، بالاضافة الى كوكبة من الاعلاميين والفنانين والمواطنين من مختلف الاعمار والفئات والمحافظات. من اهم انجازات السيد الرئيس في محافظة مطروح هي إنشاء مدينة العالمين الجديدة، ثم الطاقة النووية في مدينة الضبعة، وميناء الجرجوب في مدينة النجيلة، اللي بيها هيبقى في نقلة نوعية مختلفة في المحافظة. هو الرجل الصادق اللي هو يعني شعرنا به الصدق والأمانة، وإحنا في المرحلة الأولى نزلنا بسقلنا، وإن شاء الله شمال سيناء وكليتها هتنزل بسقلها في الانتخابات بإذن الله، رغم الظروف اللي هي فيها. الاحتفالية الختامية لحملة انت الأمل شهدت عرض فيلم تسجيلي عن نشاط الحملة منذ تأسيسها ودورها في دعم الرئيس السيسي وكيفية مواجهة دعوات مقاطعة الانتخابات والمؤتمرات الجماهيرية التي نظمتها في محافظات مصر المختلفة لدعم الرئيس لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات، والتي تجرى خلال الفترة من 26 وحتى 28 من مارس الجاري، بوصفه الأمل الذي يتعلق به المصريون للعبور إلى المستقبل. اليوم النهاردة هنلاقي فيه الشباب بيشارك بقوة، هنلاقي الناس من حلايب وشلاتين، هنلاقي من رجال الأعمال، كمية كبيرة موجودة النهاردة وكمية حاضرة من الشباب، عندنا حوالي 1000 شاب موجودين النهاردة. نحن في الأربع سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندنا مستشفى مركزي كبير، وعندنا مدارس وطرق، وعندنا محطة مياه كبيرة. المؤتمر الذي قدم خلاله أيضا الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغانيه الوطنية في حب مصر، عرض فيلما تسجيليا آخر حول إنجازات الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية الأولى، مثل الشبكة القومية للطرق، المشروعات السكنية، المدن الجديدة، مشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات الطاقة والغاز، والكثير من الإنجازات في مختلف المجالات. في خلال الأربع سنوات الماضية أدى بعض كثير من الإنجازات الاقتصادية المتمثلة في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات القومية العملاقة مثل الكهرباء والمياه والطاقة، وأيضا الاكتشافات البترولية مثل حقل زهر، هيؤدي بنا إلى الاكتفاء الذاتي في نهاية 2018 من الغاز، بل ونستطيع مصر أن تكون مركز تصدير للغاز إلى أوروبا عبر أنابيب الغاز. كلنا شفنا حجم الإنجازات، بنية تحتية، طرق، كباري، زراعة، جيش،
مصر تقدمت كتير قوي في خلال الأربع سنين اللي فاتوا. ترجع فكرة تأسيس حملة أنت الأمل الداعمة لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية إلى دعوات من بعض المصريين في الداخل والخارج لتأسيس الحملة، باعتبار أن الرئيس السيسي يمثل أملا للشعب المصري في تحقيق أحلامه وطموحاته وتقوية الجيش المصري، علما بأن كل من يعمل في هذه الحملة يعمل بشكل تطوعي وصولا إلى اليوم الختامي. وفي نفس السياق، عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية. واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع قوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم. وتابع وزير الداخلية عبر الفيديو كونفرنس استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئاسية ومواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة وضع خطة تأمين طبي شامل للبلاد خلال الانتخابات الرئاسية متضمنة الدفع ب 2887 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمنتزهات والحدائق والطرق والمحاور الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن 10 لانشات إسعاف نهرية ومروحتين، وبالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة. عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة مشروع تطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت، وذلك بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة. وفي بداية الاجتماع عرض المحافظ تقريرا حول الجهود المبذولة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان والتي تضم حوالي 1907 مصنعا وورشة على مساحة تقدر ب 2.5 مليون متر مربع يعمل بها أكثر من 50,000 عامل بشكل مباشر، مشيرا أن القيمة التقديرية للاستثمارات والتكاليف المتوقعة المتعلقة بخطة تطوير منطقة شق الثعبان تصل إلى أكثر من 3 مليارات جنيه، يتم تنفيذها على 3 مراحل تشمل تطوير وتحديث وتوفير الخدمات التجارية واللوجستية والخدمية للمنطقة. قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل أنه تم الاستقرار على زيادة أسعار تذاكر القطارات، وأن تطبيق قرار الزيادة سيكون بعد نهاية العام الدراسي الحالي. وأضاف في تصريحات صحفية عقب جولة تفقدية لورش صيانة الجرارات إن قرار تأجيل تطبيق الزيادة جاء بسبب نسب اشتراكات الطلبة والتي كانت مخفضة، وأشار إلى أن السكة الحديد تنقل نحو 850,000 راكب يوميا 40% منهم طلبة وموظفون، مؤكدا أن الوزارة تراعي البعد الاجتماعي قبل اتخاذ أي قرار. وصل وفد من الاتحاد الأفريقي برئاسة عبد الله ديوب وزير الشؤون الخارجية السابق لجمهورية مالي إلى مطار القاهرة الدولي لمراقبة الانتخابات الرئاسية. وصل الوفد قادما من أديس أبابا على متن طائرة الخطوط الإثيوبية، وكان في استقباله سفير مالي بالقاهرة ومندوبون من وزارة الخارجية المصرية، وذلك لتقييم سير الانتخابات الرئاسية في مصر. يواصل المنتخب الوطني تدريبات استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب البرتغال مساء غد الجمعة، والتي تأتي ضمن تحضيرات المنتخب لمونديال روسيا الذي ينطلق في يونيو المقبل. وفرض هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني سياجا من السرية على الخطة الخاصة بودية الفراعنة مع البرتغال. وينوي كوبر تجربة طريقة لعب جديدة أمام بطل أوروبا لتقييم أداء اللاعبين وتجهيزهم جيدا. قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن محافظات الجمهورية تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة من اليوم ويستمر لمدة 48 ساعة،
بينما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من يوم السبت المقبل لتتراوح ما بين 10 إلى 15 درجة على بعض المناطق، موضحا أن هذا الطقس هو بداية فصل الربيع، وسماته موجات حرارية شديدة الحرارة ونشاط للرياح. وأضاف عبد العال في تصريحات صحفية إن ارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم وغد يصاحبه نشاط للرياح يصل لحد العاصفة ويبلغ ذروته غدا الجمعة. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت جولتنا الإخبارية، شكرا لكم وإلى اللقاء.